هل أنا حرام أدعي على شخص ظلمني وسبب لي أذى نفسي ومعنوي كبير؟ وهل أصلا فكرة أن دعوة المظلوم مستجابة، أنت شخص وقع عليه ظلم معين فأنت مظلوم وعارف أن أنت مظلوم، فهل دعوة المظلوم مستجابة؟ ده الشق الأولاني في الفكرة بتاعت العفو والظلم. الجزء الثاني، لو أنا ظلمت حد بغير قصد، يعني أنا مش قصدي أن أنا أظلمك، يعني مدير مثلا في شركة رفض موظف شغال عنده لسوء فهم أو لأي سبب كان، هو كده ظلمه، فأنا إزاي أقدر أن أنا أكفر عن حاجة زي كده؟ لأنه هو أنا ظلمته بس أنا مش قاصد، وهو شايف أنه هو مظلوم هيدعي عليا، فهل دعوة المظلوم مستجابة فربنا هيستجاب وأنا أصلا غصب عني؟ دعوة الظالم ولا المظلوم؟ مظلوم. فأنت خايفة من دعوة المظلوم رغم ان الظالم مش قاصد يظلم. بالظبط كده. ده انا فهمت كده صح؟ بالظبط. طيب ده كلام مهم قوي. وبالمناسبه يعني بيت الشعر ليس اليتيم، يقول لك ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا، انما اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا، اما تخلت أو أبا مشغولة. أدي البيت اللي أنا حاولت أفتكره والحمد لله. طيب أنا عاوز أقول بقى هنا سؤال في غاية الأهمية. كتير منا بيقع منه الظلم بس ما بيكونش قاصد، إنما المصيبة في دعوة المظلوم. أعمل إيه في دعوة المظلوم؟ أخرج نفسي منها إزاي؟ لو افترضنا إن أنا ظلمت، أعالج الموقف إزاي وفي دعوة مظلوم طلعت للسماء ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق السماوات، يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.